مساء مساء النور الجمال، مساء الفن الجميل. اسمحوا لي ان التجربه اللي انا مريت بيها، يعني انا ليا شرف ان انا اشارك كتير اكثر من مره يعني في مجال التحكيم، لكن المره دي كان تاثيرها عليا نفسيا يعني عالي جدا. ليه بقى؟ لان كان في دايما كلمه بسمعها في التلفزيون في كل مكان، يا سلام على ذوق الفيلم الجميل. طول ما انا ماشي في الشوارع، يا استاذ يحيى انت فين؟ سيبنا للسينما دي؟ ما نشوف فين ايامكم؟ ايام الفن الجميل. طبعا ده كان المفروض ان هو يعني عندي تاثير ايجابي، انما عندي تاثير سلبي جدا. منهم 8 أفلام عرض أول، وده يعني حاجة مهمة جدا، إن مصر ستبقى فيها الفن الجميل. وبقوة. بدأ ربنا سبحانه وتعالى، أنا بقول مبروك للي حصل على الجوائز، وبقول مبروك أيضا ويمكن اكتر لان ما حصلوش. لان عايز اقول حاجه مهمه، يعني من تاريخ الفن الطويل ده اكتشفت اخيرا انه اعلى الجوائز قيمه هي العمل نفسه. انا في النهايه احب اشكر زملائي اعضاء لجنه التحكيم اللي شرفت واسعدوني، وهم 8 أيام بس، انا عايز اقعد معاهم اكثر من كده. والله انا استمتعت جدا بوجودي والله معاهم، وكان الحقيقه يعني منتهى الاخلاص ومنتهى الحياديه، لانهم كلهم فنانين عظام.